شاء الله ارتاح ضميرك. شو اللي مو عاجبك فيه؟ كل شيء. بس أنا بحبه وبدي إياه. مو من طينتنا، هنن شيء ونحنا شيء. ليش شو الفرق؟ الزلمة عنده بيت وما هو مصاري بيقدر يعيشني عيشة حلوة. نحنا ما بناكل مال حرام. حاجتك بقى، ثلاث أرباع شعبك عم ياكل مال حرام لحتى يعيش، ما وقفت عليه يعني. أحلام! نحنا مو هيك ربيناكي؟ بتعرف إنه هذا اللي عم تحكي عليه دفع 100 مليون ليرة لحتى طلعك من السجن؟ شو؟ شو هالحكي؟ ايه امي ايه؟ لا تستغربي. وبالزور لحتى سحبت منه هذا الحكي. وليش انا ما بعرف؟ لانه حلفني ما احكي. لانه بيعرف انه انت ما رح ترضي ورح تبيعي البيت لتطلعيشا. فشفت هذا الوسخ شو عمل؟ بتعرفي كم واحد راح بسبب عالم مثلهم؟ ما بتعرفي. أنا بعرف، جسمي بيعرف. أنت بتعرفي أنا شو شفت؟ بتعرفي شو عشت؟